بنشكر طبعا مجلس الإدارة وجميع السادة الزملاء اللي عاونونا في إصدار هذه اللائحة، وأنا بعتبر أن دي مسألة غير مسبوقة. واللائحة زي ما حضرتك عارف عرضت على في ثلاث ندوات وتلقينا حوالي 3000 اقتراح يعني، وعدل منها حوالي 32 مادة. والحقيقة وجدنا كل معاونة من جانب مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في النادي، وطبعا السادة الزملاء اللي هم أعضاء اللجنة. الحقيقة حاجة يعني مشرفة، وأنا بعتقد أن دي يعني دأب النادي الأهلي أن يكون ليه الريادة. مش عشان احنا عملنا هذه اللائحة ولا أي حاجة، إنما ممكن يعني يسترشد بيها في أي حاجة مستقبلية. وطبعا هذه اللائحة في التطبيق العملي قد تظهر شيء من القصور أو الغموض وتحتاج لتعديل، لأن الكمال لله وحده. يعني هو احنا عملنا ما في وسعنا. بعتقد انها لائحة جيدة، وبعتقد ان شاء الله افراد الجمعية العمومية مش يبقوا 12.5 بس، يبقوا 25,000 او 30,000 باذن الله. كان الاجتماع شكر لحضرات السادة الموجودين كلهم، وطبعا دي حاجة طبعا جميلة ان الناس تجد بعد تعبها وبعد اشتراكها في لائحة زي كده تجد هذا الشكر وتقدير ادبي، بيعتبر بمثابة حافز لأي حد بعد كده، سواء اللجنة نفسها أو أي حد، يعلم أن مجهوده مقدر وأن مجهوده يشكر عليه. ده نتاج آخر يوم عمل في فترة الحقيقة من الفترات السابقة. احنا كلنا كانت في ورش عمل الحقيقة، احنا يعني شفنا نظام أنا شخصيا يعني فخور أن أنا شاركت فيه، أن كل الناس كانت بتشارك بطريقة إيجابية جدا. جالنا مقترحات من الأعضاء، جالنا مقترحات سواء عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق اللقاءات اللي تمت مباشرة مع مجلس الإدارة أو بالتواصل المباشر. حقيقة وجدنا حماس كبير جدا لأفكار كثيرة جدا، كان واجب علينا أن احنا ننسقها ونحط دستور للنادي الأهلي للفترة اللي جاية يحمي النادي الأهلي لسنوات إن شاء الله. فالحقيقة احنا اجتهدنا، وطبعا الكمال لله وحده، لكن أعتقد أن اللائحة هتكون مرضية جدا لكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله.